لأنه خلال تقريب ولو في التوالي تبين بأنه ناس عدو كثيرة فيها ومتمكنين من أنهم غادي هذا السباق كما نجح السنة الماضية غادي يكون نجاح كبير سواء من الناحية الطبية أو من ناحية المشاركة. حضورنا اليوم كعصا هو المباركة في هذه المبادرة لأن مثل هذه السباقات كما جاء في التدخل ديال السي هشام أنه البطل اللي هو غادي يكون مستقبل إن شاء الله مسؤول سواء في القطاع العمومي أو الخصوصي فكنعرفوا أنه مسؤولية المكسب هي المسؤولية الكبيرة فتغييرها النفسي والبدني والمعنوي ما كيفكوا غير الممارسة الرياضية سواء المشي أو ممارسة الألعاب كيما عرفت مشاركة السباقات عن طريق فحضورنا اليوم هو من أجل دعم مثل هذه التظاهرات اللي عندها أهداف نبيلة بغض النظر على بعض المسابقات التي تكون عندها سباقات إيجابية محضة فالسباقات حنا كنحققوا مثل السباقات هذو اللي غادي ندعموا السنة واخا فينا ما عطيناش فيها ولكن أنا وعد السيد المدير على أساس نربطوا شراكة باش لماذا أنه مثل السباقات هذو وكاين إمكانيات لوجستية وإمكانيات إدارية ومادية فلماذا باش يكون واحد الإشعاع كما جاء في التدخل ديال السيد الرئيس أنه جميع تحضروا مثل هذا المبادرة ديال هذا البرصة باش حنا كنستافدوا حنا كعصبة كنستافدوا لأن يمكن لينا نلقاو بطل ولا بطل في هذا السباق هذا ويمكن لينا أنه نستافدوا ويتخاط في جمعية رياضية ولماذا لأنه أبطال اللي دازوا كلهم من البداية من أول المتوكيل العويضة هشام الروج وإلى آخره كلهم دازوا من المدرسة فأنا برشا أشكر السادة المنظمين على التظاهرة هذه وحنا غنطورها إن شاء الله غير بين قوسين كان غادي يخدم معنا السيد البطل المدير في مولاي إبراهيم المدير ولكن تقدم عليه كان يمكن واحد الاجتماع على صعيد الجامعة ولكن وعدني بأنه غادي يكون حاضر معنا يوم 23 إن شاء الله وشكرا.